مفاجأة رئاسية تظهر إلى العلن وفرنجية يشغل محركاته داخلياً. أتى بيان وزارة الخارجية الفرنسية ليحرك المياه الراكدة في الملف الرئاسي، فمنهم من قرأ فيه تخلي فرنسي واضح عن معادلة سليمان فرنجي نواف سلام المطروحة، ومنهم من قرأ فيه جزءاً من مناورة دبلوماسية أو من صراع الأجنحة المحيطة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحسب ما أوردت جريدة الأنباء الإلكترونية. فهل فقد رئيس تيار المردة سليمان فرنجي الأمل من المساعي الفرنسية ليبدأ بالتحرك داخلياً؟ في موسم التعيينات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الفرنسية، ليس من المؤكد أن تشهد السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل أن تترك منصبها في بيروت، ولكن مع هذه التغييرات أو من دونها وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن الحراك الباريسي في موقع رئاسة الجمهورية ثابت ولم يتغير. وعبرت مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية عن دهشتها إزاء التفسيرات التي أعطيت لما صدر عن الناطقة باسم الخارجية يوم الخميس الماضي، وتؤكد مصادر متعددة تواصلت معها الشرق الأوسط في اليومين الماضيين أن سياسة باريس لم تتغير، وهي ما زالت ماضية في مقترحها السابق الذي تروج له أي فرنجي سلام. تزامنت هذه المعطيات مع بعض الأجواء التي وردت لموقع المدن من باريس، مفادها أن السعودية قد فتحت الباب وأن العمل مستمر على إقناعها فرنسياً بهذا الخيار. ترجم فرنجي هذا الجو بزيارته العلنية إلى بكركي وغير العلنية باتجاه عين التينة والضاحية الجنوبية. فرنجي وبحسب الموقع استند إلى أن فرنسا قد حققت خرقاً بالموقف السعودي، بينما لابد من السعي لتحقيق خرق مسيحي، إذ سعت الدبلوماسية الفرنسية إلى إقناع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل بضرورة السير في التسوية مع ضمان حصتهم الوازنة فيها، لكن مواقف جعجع والجميل بقيت على حالها وخرجت أصوات اعتراضية على هذا المسار الفرنسي. وقد عبر عنه الجميل خلال زيارته لباريس وبعد لقائه بباتريك جورال، كما أن مواقف نواب القوات اللبنانية تبدو واضحة جداً وبعيدة في مداها برفض انتخاب فرنجي حتى وأن وافقت عليه السعودية. وفي هذا الإطار أوردت صحيفة النهار نقلاً عن مصادرها أن منع انتخاب فرنجي سيكون له انعكاسات على الساحة الداخلية، منوهاً بأن ذلك يعني أن الحزب لم يعد قادراً على استقطاب حلفاء من أطراف آخرين كما حصل عندما استقطب العديد منهم لانتخاب الرئيس السابق ميشيل عون.